للمره الاولى يخرق الطيران الاسرائيلي جدار الصوت فوق المتن وكسروان والشمال بهدف شن ضربه نفسيه لا ميدانيه. قرابه العاشره من صباح الجمعه هذا ما حصل في الاجواء اللبنانيه. صوت لم تلحقه انباء عن ضربه لا في لبنان ولا في سوريا كما جرت العاده ما يعني ان الاسرائيلي اراد التهويل المتعمد. الطرفين لا يريدان الذهاب الى الى الحرب، انما الطرفين اصبحا جاهزين لخوض الحرب اذا اذا اقتضى الامر ذلك. اسرائيل تجهز فرقه الجبل كما سمتها لتنفيذ عمليات بجنوب لبنان وبشمال سوريا وايضا حزب الله جاهز للتعامل مع اي حرب شامله قد تنطلق في جنوب لبنان. الاسرائيلي الذي يستعرض ويساعد يعيش انقساما كبيرا حول ما اذا كان خيار توسعه الحرب مع حزب الله الافضل له. ففي الإعلام العربي والمحلي عد التداول بدراسة نشرها معهد الإرهاب في جامعة رايخ من الإسرائيلية تحاكي ما هو متوقع من مواجهة بين الحزب وإسرائيل هي حرب ستؤدي إلى تدمير مناطق شاسعة من لبنان كما يهدد الإسرائيلي لكنها أيضا ستلحق أضرارا كبيرة في إسرائيل حرب ستتسع فورا لتصبح متعدده الجبهات بمشاركه حلفاء ايران في سوريا والعراق واليمن وحركتي حماس والجهاد. حزب الله سيطلق كميه هائله من الصواريخ تقدر ما بين 2500 و3000 اليوم ليستهدف القواعد العسكريه الاسرائيليه ومحطات توليد الكهرباء وابار الغاز ومصانع تحليه المياه والمطارات ومخازن الاسلحه. سيناريو من شأنه أن يخنق الإسرائيليين العائشين بصدمة منذ ما بعد طوفان الأقصى في المقابل التقرير الجماعي الإسرائيلي تحدث أيضا عن أن إسرائيل ستبدأ بقصف جوي ساحق يدمر بعض البلدات اللبنانية على طريقة غزة من ثم اجتياح بري لإبعاد الحزب إلى ما بعد الليطاني يمكن لإسرائيل أن تخوض العمليات العسكرية وتنفذ ضربات وتنتصر قد تنتصر بكل العمليات العسكريه التي ستخوضها انما من المؤكد ومن الحتمي ان اسرائيل ستخسر الحرب على المستوى الاستراتيجي لانه حزب الله قادر على ضرب اهداف بالعمق الاسرائيلي سيناريوهات وتحاليل امنيه وكتابات اعلاميه تبقى رهن ما ستصل اليه محادثات الهدنه في غزه ومساعي الوفود الدوليه